السلام عليكم مشاهدي الكرام ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم وتغطية جديدة أقدمها لكم من محافظة النجف الأشرف. تغطيتنا لهذا اليوم راح تكون خاصة حول المحاكاة الثالثة اللي أقامتها المفوضية العليا للانتخابات وخاضها مكتب انتخابات النجف الأشرف، وكانت هذه المحاكاة هي فحص تقنية الأجهزة وابتكار أخطاء مفتعلة للوقوف على جاهزية هذه الأجهزة. تقيم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في جميع محافظات العراق، ومنها مكتبنا مكتب انتخابات النجف الأشرف، العملية الثالثة للمحاكاة. والعملية المحاكاة هي عملية انتخابية تجريبية يتم من خلالها فحص الأجهزة الانتخابية استعدادا للانتخابات مجالس المحافظات القادمة، ويتم من خلالها فحص الأجهزة ومعرفة السلبيات والمعوقات والأخطاء، ومن خلالها أيضا يتم تدريب الكادر الموظفين على العمل على الأجهزة الانتخابية. من خلال العمليات الانتخابية من خلال عمليات المحاكاة السابقة تم وضع أخطاء عمدية على الأجهزة الانتخابية وعلى العملية بغية معرفة طرق الإصلاح والإصلاح المعوقات والأخطاء، وتمت العملية الحمد لله بنجاح والنتائج جيدة الحمد لله. في حال وجود خلل بجهاز التحقق أو جهاز البيكوز يتم استبدال هذا الجهاز في اليوم الانتخابي، ويتم نقل البيانات من بداية اليوم الاقتراع إلى نهايته من خلال الجهاز الآخر. يعني إذا تعطل جهاز التحقق يستبدل جهاز التحقق ويأخذ البيانات من جهاز البيكوز، والحالة بالعكس، في حال تعطل جهاز البيكوز يتم استبداله والبيانات ترجع من بداية يوم الاقتراع لحد عطل الجهاز من الجهاز الثاني هو جهاز التحقق. تم معالجة الأخطاء جميعا، ومنها قراءة البصمة، وتم استبدال جميع الأجهزة بأجهزة جديدة ذات فعالية واستقبال جيد البصمة، وتم استخدامها في المحاكاة الأولى والثانية وكان الاستقبال بصمة جيد جدا. أردنا حديث مختصر حول الندوة اللي أقامتها المفوضية الانتخابات فرع النجف الأشرف، أهمية هذه الندوة وما سيقدم للناخب. بسم الله الرحمن الرحيم. تجري الآن عملية المحاكاة الثالثة بعد العمليتين التي أجرت في الشهر الماضي.
عملية المحاكاة هي لرؤية مدى استعداد هذه الأجهزة وخلق أخطاء عمدية لغرض تلافيها يوم الاقتراع. نعم. بالنسبة لكم من خلال هذه المحاكاة هل تم اكتشاف بعض الخروقات من خلال نستطيع نقول الأخطاء المتعمدة؟ حقيقة تم افتعال أخطاء متعمدة في الأجهزة لغرض تلافيها في الاقتراع يوم الاقتراع يوم 18/12، ولا يوجد أي خطأ في هذه الأجهزة في مكتب انتخابات النجف الأشرف. في مكتب النجف تم فتح 31 محطة اقتراع، 30 محطة موزعة على مراكز الاقتراع والبالغ عددها 30 مركز تسجيل، ومحطة واحدة داخل المكتب انتخابات النجف للتصويت الخاص. في هذه المحطة كما تشاهد 104 ناخب تم افتعال أخطاء عمدية من مسؤولي المحطة لغرض معرفة مدى جاهزية ومدى معرفة مدى الأخطاء التي ستواجهنا في يوم الاقتراع يوم 18/12. أستاذ زكي، في الانتخابات السابقة التي جرت هناك جرى بعض اللغط، هناك بعض الأخطاء اللي حدثت من قبل الأجهزة أو بعض المجاميع من الناخبين لم يتم إدراج أسمائهم، فهل سيتم تلافي هذه الأخطاء؟ حقيقة في انتخابات مجالس المحافظات القادمة هم من لهم الحق في الاقتراع، هم من يمتلك بطاقة الناخب البايومترية حصرا، أي نسبة 73% من يعني ناخبي محافظة النجف الأشرف، وتم تخصيص محطات لهذا العدد فقط. ستكون الأجهزة مرتبطة عن طريق كيبل لان ما بين كل جهاز التحقق وجهاز البيكوز، وفي حال تم عطل أي جهاز سيتم نقل بيانات من الجهاز الآخر وستكون العملية بسلاسة تامة. جرت عملية المحاكاة الثالثة في مكتب انتخابات النجف الأشرف
بصراحة مكتب انتخابات النجف أخذ بالاعتبار توصيات رئيس الوزراء بخص ورقة الاقتراع والباركود الذي يقرأ بطاقة الناخب وعملية اليد والفرز والعد اليدوي. اشترك أكثر من 50 ناخب في هذه المحاكاة الثالثة لتشخيص الأخطاء الواردة في المحاكاة الثانية والأولى. بصراحة رأينا النتائج مطابقة، العملية مرت بأكثر من مرحلة، مرحلة سجل الناخبين ومرحلة جهاز التحقق وجهاز تسريع النتائج وورقة الاقتراع. شاهدنا عمليات نحن طلبناها كمراقبين من المفوضية، حيث طلبنا أن تكون ورقة الحشو الغير التي لم تمر بعمليات جهاز المحاكاة وسجل الناخبين. شاهدنا جهاز تسريع النتائج يرفض هذه ورقة الاقتراع، وهذا الشيء إيجابي. الشيء الإيجابي الثاني، كانت هناك نتائج متطابقة بنسبة 100% بين العد اليدوي والفرز الإلكتروني. بصراحة المشاكل والمعوقات في المفوضية كثيرة، رأينا حتى في عملية المحاكاة الثالثة هناك اختلاف نتائج في محافظة كركوك وبغداد وصلاح الدين، وهذه تؤدي إلى كارثة انتخابية. على الرغم من أن المفوضية عملها في هذه الانتخابات أسهل لعدة أسباب. السبب الأول قلة عدد المحطات، قلة عدد المراكز، قلت عدد المحافظات المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات. باعتقادي المفوضية لن تخلو من الإشكالات، هناك إشكالات في هذه الانتخابات إن لم تعالج في الوقت الحاضر ستؤدي إلى كارثة انتخابية في المستقبل. بالنسبة لكم كمنظمات مجتمع مدني وشاركتوا في الانتخابات السابقة وكنتوا مراقبين والآن مراقبين على هذه المحاكاة التي أجرتها مفوضية الانتخابات في النجف الأشرف، برأيكم عندكم ملاحظات؟ سجلتوا ودونتوا ملاحظاتكم السابقة لدى المفوضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كمنظمات مجتمع مدني داخل محافظة النجف الأشرف، يعني كل عملية انتخابية اكو بها اخطاء، بس تتجاوزها ان شاء الله المفوضية. المفوضية بها رجال لهم ذي حنكة، يعني عملية انتخابية درجة اولى يعني، والسؤال سئلة حتى لا يكون محرج، بس هو يتلقى برحاب الصدر. يعني شفت الاستاذ احمد الاخوان اللي موجودين المحاكاة، يعني المحاكاة السابقة يعني كانت بها يعني اخطاء قليله، هسه حاليا تجاوزوها والامور اعتياديه والحمد لله والشكر. كل المفوضيه يعني نشاهدهم داخل المفوضيه جيد جدا، لهم خبره، لهم يعني فتحين كف العمل، نتمنى لهم ان شاء الله الموفقيه والنجاح، وان شاء الله بالانتخابات تطوير العمليه الانتخابيه، وان شاء الله هسه العمليه الانتخابيه اللي موجوده هسه داخل محافظه النجف وشاهدناها بالمحاكاه جيد جدا، وان شاء الله 1+1=2. سيدنا، من خلال مشاركتكم في الانتخابات السابقة كمراقبين، نعم، سجلتوا ودونتوا عدد من الملاحظات، نعم، طرحتوها في هذه يعني في هذه المحاكاة؟ نعم، طرحناها للأخ أحمد، كان الأستاذ أحمد موجود. احنا كنا مراقبين من قبل شبكة شمس، مراقب الانتخابات، سجلنا عدة خروقات كانت موجودة، يعني مو كانت قوية جدا بس كانت بسيطة يعني اللي لاحظتها، سجلناها وتلافوها خلال يعني خلال ساعة تلافوا الموضوع كله جيد جدا. يعني لقيت لك لهم خبرة، يعني صارت خبرة عملية داخل كل محطة، يعني حتى اللي موجودين كان إذا كان الجهاز شوية بيخربطة يصلحه. أنا يعني شفتهم لاحظتهم، يعني لاحظت هاي البصمة اللي ما تطلع، هم رأسا يسووا هالبصمة. أتمنى لهم إن شاء الله الموفقية، وإن شاء الله انتخابات نزيهة، وأتمنى للعراق العظيم أن يزدهر بحق محمد وعلي محمد. اليوم حضرنا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات مكتب النجف الأشرف لحضور المحاكاة وعملية الاقتراع اللي راح تتم خاصة بالتصويت الخاص. فطلعنا على عملية نموذجية جيدة لطيفة ما شاء الله، مفوضية تشتغل بكادرها كادر مميز. شفنا عملية قراءة الباركود مع البطاقة مع وصل البصمة كانت جيدة جدا حقيقة، فد عمل جيد، ودائما نطلب أن تكون الأمور جيدة بمستواها الحقيقي، وإن شاء الله ليوم انتخابي رائع جيد متميز إن شاء الله تعالى. أعطت صورة للحاضرين من مرشحين وكيانات وتحالفات كيفية عملية الاقتراع ودقته، بحيث نبتعد عن عمليات التزوير حتى تكون أكو علمية أو معلومة لدى المقترع والمرشح وكذلك الكيانات والتحالفات بأن عملية الانتخاب تجري بصورة سليمة بعيدة عن التزوير أو عمل أي شائبة أخرى.
سيده شاركتوا كمراقبين في الانتخابات السابقه، سجلتوا بعض الاشكاليات، برايكم في هذه المحاكاه قدرنا نتجاوز هذه الاشكاليات لو اكو بعض الاشكاليات؟ نعم، أنا شاركت بالانتخابات السابقة كمراقبة. أكثر الإشكالات كانت هي الخطأ اللي صار، بعض الناس اللي يحمل مثلا بطاقة عادية ما محدثها، والاعتماد على البطاقة البايومترية اللي هي تكون إجراءاتها بسيطة جدا وسلسة. فقط هذه الإشكالات كانت عملية التخطي طبعا، والأغلب الناس اللي هم مثلا أمراض السكري، الأمراض الجلدية المفاجئة، يعني مو كل الناس، هي نسبة جدا بسيطة أقل 5%. حاليا تم القضاء على هذه العملية بوجود الاعتماد على البطاقة البايومترية فقط، وهذا هذا راح يحل الإشكالية تماما، لأن هي تحمل على البصمات كاملة وتفاصيل كاملة. برأيكم من خلال هذه المحاكاة اللي شفتوها اكو شفافية؟ بنحكي بشفافية، موجودة الشفافية لو هناك بعض الأخطاء يمكن تلافيها؟ بصراحة هذه المحاكاة هي صح افتراضية، ولكن جسدت العملية بشكل كامل من الألف إلى الياء. كثير من التساؤلات حتى كانت بعض الشكوك، تعرف أنت يعني الحرص الناس على الأصوات، بعض الشكوك أنه ممكن تحصل عملية شك، يعني عملية حشو داخل الصندوق. تم بيان هذه العملية بشكل نظري بشكل عملي، وبالتالي نشوف أنه الورقة الاقتراع إذا الباركود مالته ما لم يتم قراءته داخل الجهاز، أنه نهائيا ما يستقبله صندوق الاقتراع وتم رفضه يعني. فأكيد هذه العملية أمام أنظار الجميع أنه هي تبين الشفافية 100%، إضافة لهذا الشيء اللي خلينا نقول يزيد الشفافية ونزاهة الانتخابات، أنه وجود كاميرات مراقبة في كل محطة من محطات الانتخاب. شكرا لقناة الأيام، بالبداية رحب بكم، و يعني الصراحة صدقا يعني المحاكاة أو العملية الانتخابية عملية معقدة وشائكة، ونعرف احنا بالانتخابات السابقة أو الانتخابات على مر الحقب اللي صارت بها انتخابات لاحظنا أخطاء جسيمة للمراكز الانتخابية، للعملية الانتخابية بشكل عام، واحنا كشباب أو كمراقبين للشأن الانتخابي نطلع دائما للأمام أنه عسى ولعله أنه هاي الانتخابات القادمة تكون انتخابات شفافة ونزيهة وأيضا تخلو من الأخطاء، لأن نعرف الأخطاء اللي صارت بالانتخابات الماضية وإذا صارت بالانتخابات القادمة راح تسبب يعني إرباك للعملية الانتخابية أو السياسية بشكل عام. فإحنا نتأمل من هاي المحاكاة الثالثة اليوم اللي جاي نحضرها اليوم بمكتب مفوضية النجف، نحاول قدر الممكن أن نراقب سير هاي المحاكاة، و يعني المفوضية أيضا حريصة أنه تكون تتلافى الأخطاء اللي ممكن بالأجهزة، اللي ممكن مع موظفي الاقتراع، موظفي المراكز الانتخابية، وكل هاي الصب أكيد بمصلحة العملية الانتخابية في حين أنه ما صارت أكو أخطاء أو مشت أو صارت العملية الانتخابية بشكل شفاف أو مناسب.
وصلنا وياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام تغطيتنا واللي كانت خاصة عن المحاكاة الثالثة لأقامتها المفوضية العليا للانتخابات مكتب النجف الأشرف، وطلعنا من خلال فقرات هذه التغطية على الأخطاء المفتعلة اللي أقامتها هذه المفوضية للوقوف على بعض الإشكاليات اللي حدثت في الانتخابات السابقة ولتلافيها مستقبلا في انتخابات مجالس المحافظات القادمة. أتمنى أن تكون فقراتها تغطية قد نالت رضاكم. إلى تغطيات أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.